بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم لا علم لنا إلا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. طلابنا الأعزاء، اليوم نتكلم عن يونت 65، وبهذا اليونت يحكي عن هنالك بعض الصفات اللي تاخذ 2. فمثلا قايل لك هاي الصفات ذني كلهن ياخذن 2، ورا 2 يجي فعل مجرد، يعني تكتب قاعدة صفة ورا الصفة ورا، يعني بالبداية صفة ورا الصفة يجيك 2، ورا 2 يجي فعل مجرد. فمثلا it is safe to drink، شوف صفة بتو فعل مجرد، safe to drink. It is impossible to answer، صفة أو تو فعل مجرد. Difficult، interesting to talk، صفة أو تو فعل مجرد. هاي ملاحظة. ملاحظة اثنين، بعض الأحيان قد تجي، قد تأتي صفة زائد اسم زائد 2 زائد فعل مجرد. difficult صفة، question اسم والتو والانسر. اكتب لها القاعدة او الحالة، حالة اثنين، حالة رقم اثنين، حالة رقم اثنين، واحفظ عليها هذا المثال. This is a difficult question to answer، انه سؤال من الصعب الاجابة عليه. الحالة رقم ثلاثة، اكتب لي قد تأتي صفة زائد of زائد فاعل زائد تو زائد فعل مجرد. عيد، nice of زائد فاعل زائد تو زائد فعل مجرد. nice طبعا اللي هي بتمثل nice of أو kind of، أي صفة أخرى زائد of زائد you، هذا أعيد بيها زائد to زائد فعل مجرد. أعيدها للمرة الرابعة، صفة زائد of زائد you الفاعل طبعا you زائد to زائد فعل مجرد. It was nice of you to take، it is silly of Roth to give، unfair of him to criticize. نفس الحكي، هاي الحالة الثالثة، هاي الحالة رقم ثلاثة، حالة رقم ثلاثة. تحفظ لي اياها وتحفظ لي ذن الصفات اللي موجودة قدامك وكلش مهمة. استاذ شلون تجيني بالامتحان؟ قد تجيك ترتيب، قد تجيك اختيار تختار، او قد تجيك صح وخطأ. مثلا يقول لك it was unfair of him to criticize، يقول لك it was unfair of him to criticizing، يحط لك بها ing، انت لازم تعدلها او لازم تصحح الخطأ او لازم تحط true false حسب الجملة. هسه احنا اخذنا ثلاث حالات، راح ناخذ الحالة الرابعة. الحالة الرابعة اللي هي صفة زائد تو زائد فعل مجرد، صفة زائد تو زائد فعل مجرد، اللي هي الحالة الأولى نفسها، يعني مكررة. يقول لك surprise to see، يعني عيد، الحالة الأولى تو فعل مجرد، الحالة الثانية اللي ذكرنا صفة ثم اسم ثم تو ثم فعل مجرد، وحالة هذه نايس، ثلاث حالات لحد الآن عندنا، يعني هاي مكررة، نعتبرها الأولى نفس الشيء، ماكو فرق، نعتبرها نفس الأولى بالضبط، ماكو فرق. طيب عندنا حالة رابعة، حالة رابعة هنالك بعض الدلالات الزمنية، هاي الدلالات الزمنية اللي هي next last only the first the second، هاي الأشياء الزمنية اللي خصوصا تدل يعني مع الزمن، هذني ممكن يجوا ياهن تو نفس الجملة. The next train to arrive. The next train، القطار التالي للوصول to. It is only، مثل ما ذكرت only بنفس الجملة راح يجيني to. The first to know. إذن اكتبها ملاحظة. الحالة الرابعة هنالك بعض الدلالات الزمنية، ونكتب هذه الدلالات الزمنية التي يأتي بعدها to. هذه الكلمات أو هذه الدلالات الزمنية يأتي بعدها to. هذه الدلالات الزمنية يأتي بعدها تو بالجملة.
وأيضا يمكن أن نستخدم هذا الكلمات الثلاثة التي بمعنى تأكيد للقيام بشيء معين، وهذه مو قاعدة، هاي بس ملاحظة. يعني عندنا أربع حالات باليونت، في يونت 65 نحفظن أربع حالات، وهذه ملاحظة بسيطة أن نقدر نستخدم هاي الكلمات الثلاثة مع الشيء الأكيد اللي راح يصير. She is bound to pass the exam. يقول هي جدا طالبة زينة، كارلا جدا طالبة شاطرة، إذن هي من التأكيد سوف تنجح. Bound to pass. نحفظ لذن الحالات الثلاثة، هاي بس ملاحظة مقاعدة. أما القاعات الأربعة، القاعدة ذن الأربعة نكتبهن، نسوي ملاحظة ندونهن ونرتبهن ونحفظ على كل حالة مثال أو مثالين على مود من يجينا بالامتحان صح وخطأ أو اختيار نقدر نجاوب.